شكرا معلقنا كابتن عصام منيسي. اذا انتهت احداث المباراه، الاهلي وسموحه 95-85 بتفوق واضح للنادي الاهلي بعد ان عوض خسارته من سموحه في عوض خسارته في الدور الاول. خلينا نروح لكريم احمد زميلنا من ارض الملعب ولقاءات مهمه. اتفضل زميلي كريم. بجد التحية ليك من جديد يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. انا معايا طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني كابتن ايهاب امين. برحب بيك طبعا يا كابتن ايهاب في البدايه، وبنقول لك الحمد لله على السلامه، ولسه لسه لسه يعني منتظرين بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله ترجع بكامل قوتك ان شاء الله. كلمني على الجيم، شايفه ازاي؟ كابتن اشرف حضر للجيم ازاي وحطنا في الاجواء كده بوب. الحمد لله طبعا ماتش صعب، سموحه يمكن فازت علينا في الدور الاول، كان بالنسبه لنا ماتش مهم جدا. احنا الدور الثاني يمكن من الاول ماتش الحمد لله بدانا نكمل كلنا تقريبا، فاضل السلعاوي بس، فدي حاجه بالنسبه لنا مهمه قوي. يمكن الدور الاول كل اول 7 ماتشات ما لعبناش كاملين ولا ماتش، فبالنسبه لنا اهم حاجه ان احنا كلنا كنا نرجع كويسين. والحمد لله يعني لما الفرقه بتكمل بيبان في الملعب وبيبان في النتيجه والاداء الحمد لله. يمكن الكابتن هيثم السعيد وكل الحقيقه يمكن نجوم الاستوديو التحليلي بيشيدوا بادائك الكبير جدا النهارده في المباراه، ولسه كمان يعني يمكن لسه انت بتعاني وماسك والكلام ده، لكن بيحيي الكابتن هيثم وكل نجوم الاستوديو. الحمد لله طبعا انا لسه بلعب بالماسك مضايقني شويه، وكمان صبعي يعني هو لسه فاضل لي اسبوعين، بس الحمد لله. والفرقه النهارده رجاله جدا، يمكن عمرو الجندي، عمر طارق، ابو النصر المحترف، مودي الجرحي، سيف سمير، مش عايز انسى حد، مهيب، حاتم، كل الناس اللي لعبت، عبد الفتاح، الناس اللي لعبت. يمكن ده بان في النتيجه في اول 3 اشواط تقريبا، ويمكن كان في حاله تراخي شويه في الشوط الرابع، السكور نزل كتير، وده ان شاء الله هنشتغل عشان ما يحصلش الماتشات الجايه، عشان لا قدر الله ممكن حاجه تحصل، فان شاء الله هنركز في الموضوع ده الماتشات الجايه. رغم الاصابات يا كابتن ايهاب والامور العديده واللي اثرت على النادي الاهلي، لكن في روح وفي اصرار وفي شخصيه النادي الاهلي على ما اعتقد دي بتديكوا دفع بشكل كبير جدا رغم الاصابات، لكن بنحقق والاهلي بمن حضر ده شعار المرحله. طبعا، واحنا ما يعني نحبش الكلام العذار، هو اللي موجود بيلعب. يمكن زي ما قلت الدور الاول احنا ما لعبناش كاملين ولا ماتش، الحمد لله الدور الثاني احنا كملنا، وان شاء الله يعني الاداء هيختلف في اخر ماتشين ان شاء الله، سبورتنج والاتحاد، والفتره بقى اللي بعديها اللي هي اهم فتره يعني في السنه، الكاس والبلاي اوفس في الدوري ان شاء الله. رغم عدم وجود الجماهير، لكن جمهور النادي الاهلي الحقيقه بيساند كل الصعوبات اللي بتقابل فريق النادي الاهلي. كابتن ايهاب ممكن يقول ايه لكل جمهور النادي الاهلي اللي على طول على قلب رجل واحد مع كل الفرق؟ طبعا بنشكرهم كتير، ونفسنا كانوا يبقوا موجودين. طبعا اللعب من غير جمهور لعب يعني الرياضه اصلا للجماهير، فيعني اللعب من غير جمهور ملوش طعم. احنا بنلعب رياضه عشان الجمهور، وبعد ما تجيب باسكت وبعد ما تعمل حاجه الناس فدي احسن حاجه يعني بالنسبه لنا، بس ان شاء الله هيرجعوا قريب ان شاء الله. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن الكبير كابتن ايهاب امين، واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. لسه كابتن هيثم يعني عايزينه يرجع بقى بالفورمه كامله ان شاء الله، يمكن زي ما هو قال عنده يمكن في صباعه مشكله، وعنده كمان الماسك أصلي، لكن الحقيقه كل لعيبه النادي الاهلي النهارده ادت اداء رائع وبشكل مميز جدا، وكمان الكابتن اشرف توفيق الحقيقه اللي عدى المباراه اعداد جيد، وكان واضح القراءه المميزه جدا. السكور يمكن نزل وعلي، لكن هم دول لعيبه النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله يستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات، ومنها ان شاء الله باذن الله الحصول على لقب بطوله الدوري العام. مستمرين معاك يا كابتن هيثم اكيد لحظه بلحظه، وبننقل كل الكواليس والاخبار من مقر النادي الاهلي بالجزيره وتحديدا من صاله الامير عبد الله الفيصل. لكن في هذه اللحظات عوده للكابتن هيثم السعيد. زميلنا كريم احمد شكرا جزيلا. يمكن ايهاب امين كان النهارده مباراة جميلة جدا أداها، وأداء رائع دفاعيا وهجوميا. خلينا نروح تاني لأرض الملعب والزميلة سلا حامد ولقاء مع الكابتن أشرف توفيق المدير الفني. اتفضلي يا سلا. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم، وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا ببارك لك يا كابتن هيثم وبارك لكل جماهير النادي الاهلي. معي في هذه اللحظات الكابتن اشرف توفيق المدير الفني للنادي الاهلي. كابتن اشرف طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز ابارك لك طبعا عن مباراه اليوم، مباراه مهمه طبعا للنادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري، ويمكن النهارده شفنا الفارق كان كبير في النتيجه طبعا ما بين النادي الاهلي وسموحه، يمكن ده دليل على رؤيه حضرتك الفنيه طبعا والتركيز على نقاط الضعف والقوة طبعا عند نادي سموحة. الحمد لله الحمد لله، يعني مباراة من ضمن السبعة اللي احنا عايزينهم بفضل الله مهمين، ربنا سهل ان شاء الله ان شاء الله. انما طبعا لا مش رضا كامل، يعني مش برضو مش مبسوط من طول ما ده بيجي فيها فوق 75 بونت ما بقاش مبسوط. طب احكي لنا كابتن اشرف ازاي قدرت تجهز لعيبه النادي الاهلي طبعا لمباراه اليوم، ويمكن شفنا النهارده يعني الاداء كان يعني افضل من المباريات الماضيه.
لا والاداء كويس طبعا على فترات، بس احنا عندنا لعيبه يعني راجعين من اصابات، فحبينا يعني لازم كانوا يلمسوا ارض الملعب شويه. فطبعا بيحصل يعني عدم تناغم في الخمسه اللي في الملعب. برضو النهارده لعبنا وقت طويل جدا من غير اليكس، ودي حاجه مهمه جدا جدا عايزين نتعود عليها. انما لازلنا بنبحث عن الاربعايه اللي هي تريحنا في السبستيوت بتاع اليكس يانج. بتعشم ان شاء الله ان احمد حمدي يرد، يعني لسه خارج من الاصابه، وباذن الله السلعوي باذن الله يتمرن من يوم السبت ان شاء الله، يفرق معانا كتير قوي السلعوي ان شاء الله. طب كابتن اشرف، النادي الاهلي كان الفتره الماضيه كان فيه يعني اصابات كتير طبعا في صفوف فريق النادي الاهلي، ولكن روح نادي الاهلي او الروح اللي كانت عند لعيبه النادي الاهلي كانت السبب في الفوز يعني في المباريات الماضيه، طبعا في الفتره الماضيه في الدور الثاني من بطوله الدوري. الحقيقه يعني ما انا بحبش اتكلم كتير في الظروف، يعني ان هو زي ما بيقولوا النادي الاهلي بالموجودين وكده، بس كانت يعني الدنيا كانت تقيله قوي، يعني ما فيش حد بيقدر يستحمل يبقى عنده 8، يعني المهم الحمد لله يعني عدت الفتره. وحتى لما عدت كنا الناس اللي كانت بتبقى موجوده في الملعب، انما هي الحقيقه بتبقى مثلا بعد 25 يوم اتمرنت مرتين، فكان طبعا في هزه في الاداء، في ديفنس الجماعه انا لسه مش راضي عنه، انما هو بيتحسن ان شاء الله. احسن تنوع في دفاعاتنا برضو نتيجه النقص بتاع حصل فيه خلل، ممكن ما بقناش نقدر ننوع، بدانا فان شاء الله باذن الله انا كل الامل يعني ان شاء الله على البلاي اوف نوصل للحاله اللي انا يعني اللي المفروض يبقى فيها في حاله النادي الاهلي ان شاء الله. لكن بنشوف يا كابتن اشرف النهارده رجوع بعض المصابين زي ابراهيم الجمال واحمد حمدي. بس هم يعني ابراهيم واحمد تمرينتين يعني او تمرينه ونص، فما كنتش اقدر العيبهم كتير خوفا عليهم، زائد ان هم يعني لسه شويه طبعا، انما لما السكور فيه كتير وكده فهيبقى هم يعني احسن، انا ما كنتش قلقان ان هم يصابوا يعني. اشكرك جدا طبعا يا كابتن اشرف، ومليون مبروك مره ثانيه فوز نادي الاهلي النهارده على نادي سموحه. الله يخليك، شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع الكابتن اشرف توفيق المدير الفني للنادي الاهلي، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سلام حامد، زميلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا، لقاء مهم مع كابتن اشرف توفيق. خلينا نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن احمد الجرحي، الكلمه ليك كريم. بجد التحية ليك من جديد يا كابتن هيثم السعيد، واكيد كل الشكر لزميلتي صلاه وكابتن اشرف توفيق. انا معايا طبعا المدرب العام لفريق النادي الاهلي كابتن احمد الجرحي، ببارك لك طبعا يا كابتن احمد. يعني المباراه كانت صعبه والتحضير ليها كان جيد جدا، تعثرنا في المباراه الاخيره بالنسبه للمباراه الماضيه على ما اعتقد، يعني زود الضغوطات شويه، لكن لعيبه النادي الاهلي ادت اداء مميز، والقراءه كمان الفنيه واضحه قوي من السكور. كابتن احمد كلمنا عن المباراه، تقييمك ليها. والله برحب بيك كيمو وبكابتن هيثم وضيوفه. لا، مباراة سموحة من الفرق الستة الكبار، دايما المباراه مع كل الفرق ايكوال جيم، ماتشاتهم صعبة دايما. الهزيمة في الدور الاولاني طبعا كان عندنا نقص كبير قوي في الصفوف هناك، وسموحة اوريدي على ملعبهم فرقة قوية، حتى لو انت كامل المباراة بتبقى قوية هناك، فكنت ناقص كتير جدا. النهاردة الحمد لله السكور وصل 27 بونت، والدنيا كانت ماشية كويس، واستعدينا المباراة درسناهم كويس، عارفين شغلهم وهم عارفين شغلنا برضو، خلاص كلنا بقينا حافظين بعض، بس اشتغلنا عليهم كويس الحمد لله. الماتش كان معظم فترات المباراه يعني كانت سهله، والحمد لله اخذنا البونتين هم الغرض من المباراه الحمد لله. في بدلك بيقابل فريق النادي الاهلي في الاصابات، يعني وده بيحمل شويه الجهاز الفني ان انت لازم تشوف بديل وتوفى عناصر وتلعب، ازاي اشتغلتوا مع الامر ده؟ لان الوقت كان حساس جدا يا كابتن احمد، لكن مع الوقت الحساس ده في لعيبه مميزه وفي النادي الاهلي بمنحدر، ودي اللي احنا بناكد عليها كل مره. والله الاصابات دي حاجه صعبه جدا، يعني بقول لك ما لعبناش جيم واحد غير تقريبا مباراه الزمالك الاولى في دوري مرتبط، الحمد لله كنا كسبناها 25 بونت، ده الجيم الوحيد اللي لعبناه كاملين من اول الموسم، ما فيش ماتش تاني لعبناه كامل. معانا جهاز طبي ما شاء الله، دكتور هيثم والدكتور احمد والدكتور اكرم ودكتور شريف بيجي معانا في بعض الاحيان، ومحمد عيسى، كلهم بصراحه عاملين عليهم زياده في ان هم يرجعونا اللعيبه. الحمد لله يعني دلوقتي الحمد لله بنسبة 90% اكتملنا، فاضل لنا محمد مصطفى بس نزل التمرين، بس كان جاله التواء في الكاحل كده بسيط، ان شاء الله يكون معانا في التمرين بكرة، وان شاء الله يعني المهم بقى اللي يبقى في شهر 5 و6 كامل الصفوف، هيبقى يعني ان شاء الله ليه حظوظ ان هو ينافس بقوة.
كل اللي فات ده الحمد لله يعني عدى بقى بحلو وبمره. احنا ماشيين الفتره اللي فاتت دي كويس الحمد لله الاخيره، وفاضل ماتشين في اللي رايح جاي. مش عايز اقول لك يعني مش فارق معانا المركز اللي هنفنش بيه اللي رايح جاي، لان فعلا هو فعلا مش فارق معانا قوي احنا هنقابل مين في دور الثمانيه او هنقابل مين في دور الاربعه او الفاينل، لان اللي عايز ياخد البطوله لازم يكسب ده بيست. يعني انت يا بتكسب يا بتخسر عشان تكمل، فهتلاعب سين هتلاعب صاد كله زي بعضه عشان تاخد البطوله. فان شاء الله احنا بنركز على احنا فين وعايزين نروح لفين، مستوانا ايه، الفرقه تكتمل، احنا غلطاتنا نعالجها. طول ما هنطمن على مستوانا مش هتفرق معانا الاسم اللي هنلعبه ان شاء الله. انا عارف ان في شغل بالجانب النفسي تحديدا كابتن احمد كابتن اشرف مع اللعيبه، لكن مطلوب ايه يا كابتن احمد من اللعيبه الفتره اللي جايه الاستمرار على الاداء ده، لان المرحله اللي جايه مرحله صعبه ومحتاجه حسم كبير جدا لكل المباريات اللي جايه. والله صدقني مش هقدر اطلب منهم حاجه، لان هم فعلا متحملين المسؤوليه، عارفين هم، بس صادفهم باد لك في الاصابات الكتير. هطلب ان شاء الله هطلب من ربنا ان شاء الله ان هو يعني ان احنا ان شاء الله يخلي اللعيبه بأتم صحه عشان ان شاء الله يلعبوا كاملين في المباراه الجايه. اللعيبه مش عارفه التيشيرت اللي لابساها دي تيشيرت مين، عارفه ان هي المفروض تموت نفسها عشان جمهورها، عارفه ان هي البطوله دي بتاعت الباسكت، بطوله الباسكت دايما غاليه على جمهور النادي الاهلي، وهي دايما بتبقى يعني مقياس دايما للنادي، يعني ان هو شغال بطريقه كويسه، لان بطوله الباسكت زي ما انت عارف يا كريم صعبه. انت بتلعب مع ست فرق اي حد فيهم ياخد الدوري، عشان ابقى واقعي يعني على الاقل في اربعه اي حد فعلا ياخد الدوري. كل الفرق محترمه، كل الفرق اجهزتها الفنيه محترمه، محتاجين ان شاء الله توفيق ربنا ودعوات الجمهور وان هم يساندونا، وان شاء الله باذن الله نقدر نجيب بطوله باذن الله. ربنا يخليك، ربنا يخليك كريم. بنشكر اكيد من جديد الكابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي، تصريحات مهمه جدا يا كابتن عيسى. بالتاكيد يا رب بنتمنى ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي، ويستمر رجال كره السله في سلسله الانتصارات، ومنها ان شاء الله الوصول للمباراه النهائيه في بطوله الدوري العام. عوده ليك من جديد والكابتن عيسى السعيد. كريم احمد زميلنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نروح لسالة حامد واللقاء مع ابراهيم الجمال. الكلمه اليك سالة. بشكرك جدا يا كابتن هيثم، برحب بيك طبعا تاني، وبرحب بكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. معي في هذه اللحظات واحد من نجوم النادي الاهلي، كابتن ابراهيم الجمال لاعب النادي الاهلي. طبعا كابتن ابراهيم الاول ويلكم باك، طبعا يمكن دي اول مباراه لحضرتك بعد الاصابه اللي تعرضت لها الفتره الماضيه، وهي كانت التهاب في باطن القدم. الحمد لله يمكن بقى لي 3 أسابيع غايب عن التمرين، لسه راجع من 3 أيام. الحمد لله النهارده بدات اشارك شويه كده في المباراه، والحمد لله النهارده يعني مبروك لجماهير النادي الاهلي على يعني المكسب النهارده الحمد لله. يمكن النهارده فوز النادي الاهلي على سموحه فوز مهم طبعا للفريق وللجهاز الفني، يمكن ده بيرجع الثقه للاعيبه النادي الاهلي وللجهاز الفني طبعا. الحمد لله دي المباراه الخامسه على التوالي ان احنا نقدر نكسبها. يمكن النهارده كان المكسب مريح، يمكن في الاول الجيم كنا الديفنس ما كانش كويس، بس الحمد لله قدرنا نتدارك في كوارتر من كوارتر الثاني لنهايه الجيم، الديفنس اتحسن، الريباوند اتحسن. يمكن طلعنا في الهاف تايم كان كل الكلام ان الديفنس هو مفتاح المكسب، والحمد لله قدرنا يبقى في فرق سكور مريح بالنسبه للفرقه، والحمد لله قدرنا نطلع بالماتش بار الامان يعني. كابتن ابراهيم طبعا لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني هيقفلوا صفحه مباراه سموحه وهيركزوا فيما هو قادم من مباراه سبورتنج المباراه القادمه. كلمني بقى عن استعدادات الفريق ان شاء الله للمباراه القادمه امام سبورتنج. وطبعا من بدايه الدور الثاني احنا متعهدين ان احنا عندنا 7 جيمات ان شاء الله باذن الله، مركزين في كل جيم بعد جيم ان احنا نكسب ال7 جيمات دول، يمكن يحسنوا ترتيبنا في الجدول ان شاء الله. كل مباراه مهمة بالنسبة لينا، تدينا ثقة، تدي لجمهورنا ثقة تاني. إن شاء الله بإذن الله عندنا مباراتين إن شاء الله نكسبهم ويدونا ثقة ندخل بقى كأس مصر إن شاء الله، معنويات مرتفعة والفرقة كاملة، ونقدر يعني نحقق الفترة الجاية نتائج طيبة إن شاء الله. شكرا جدا يا كابتن ابراهيم، وطبعا مليون مبروك فوز نادي الأهلي النهارده على نادي سموحة. الله يخليكم، وألف مبروك لجماهير النادي الأهلي. الحمد لله، شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع واحد من نجوم النادي الاهلي طبعا كابتن ابراهيم الجمال بعد عودته من الاصابه، وفي اول مباراه ليه طبعا بعد عودته من الاصابه اللي تعرض لها الفتره الماضيه، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلا حامد زميلتنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا على مجهودكم النهارده انت وكريم. الحقيقه كان يوم طويل عليكم، الحقيقه تعليقات كانت مهمه جدا من ضيوفنا،
في أرض الملعب نجوم وعارفين قد إيه المسؤولية عليهم. خلينا نطلع لفاصل عشان أرجع في الاستوديو بقى وأشوف طبعا رأي ضيوفي في المباراة النهاردة ورأيهم فيما هو قادم، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، أرجع لضيوفي في الاستوديو. كابتن طاهر، يمكن مباراة جيدة النهاردة زي ما حضرتك توقعت. أنا زي ما توقعت، بس هم في الآخر نتيجة إن حصل تغييرات للناس اللي عايدة تانية من الإصابة، يعني لتجربتهم أو لديهم فرصة إن هم يقدروا يسترجعوا بالظبط، هي دي اللي أدت إن اللي ما يعني لحد ما السكور نزل لعشرة بونت، لما هو وصل 25 بونت وكان ممكن يبقى أزيد. صحيح. هو في نقطة كمان يعني قدر او ناقشها كابتن اشرف او قالها في اللقاء، ان هم يعني ما اعتمدوش على المحترف في اوقات طويله، كان موجود بره ومع ذلك الاهلي ماشي وبيطلع شايفها ازاي النقطه دي؟ هل دي حاجه ايجابيه يعني برضه عشان يخف الضغط على الاليكس؟ طبعا تخف الضغط اولا عشان ما يتعبش من كميه اللعب الكبيره، وبرضك في نفس الوقت ان هو ممكن بيعمل فاولات، وحصل قبل كده في ماتش الزمالك كان طلع 5 فاول خسرناه طبعا توقف ماتش، وفي ماتش سموحه اللي فات برضك عمل فاولات رغم ان هم كان فيهم منهم 2 تكنيكال فاول، انما عموما دي برضك ظاهره صحيه. الظاهره الصحيه الثالثه كمان ان تغيير الدفاع من المان للزون زي ما انت قلت برضك، وزي ما ذكر الكابتن سلعاوي اربك السموحه، دليل ان هم كانوا حاطين 28 بونت في اول كوارتر، ثاني كوارتر حطوا 14 12 كمان يا كابتن 12 والثالث 16 والثالث 16 واحنا وصلنا لحاجه فوق ال 20 بونت في الكوارتر الرابع. صحيح يعني معناها ان كانت مستمره لولا يعني برضك يعني تجربه جميع لاعبين وخاصة انه كانوا مصابين منهم. صحيح يا كابتن، وده ملخص للمباراة برضو يعني اللي ما شافش المباراة منذ البداية، دي أهم كور فيها. كابتن سلاوي، رأي حضرتك في المباراة وكمان حضرتك شايف القادم إيه؟ أنا رأيي يعني نقدر نقول مبروك للنادي الأهلي طبعا، أداء جيد جدا، بس في الشوط الثاني والثالث، الشوط الأولاني والرابع مش ما كنتش مبسوط منهم بصراحة. بس الرابع يمكن كابتن طاهر إدى مبرر. هو اللي حصل ان احنا لما الدفاع قوي احنا قدرنا نبقى في الجيم بشكل عظيم، ولذلك هو حتى في كلامك اشرف توفيق بيقول ان هو غير راضي على ال 75 نقطه ان يدخلوا في النادي الاهلي، هو دخل فينا 85، هو عايز يبقى دايما تحت ال 75 تحت ال 75. كلام منطقي وكلام محترم جدا، وهو طبعا عنده خبرات كمدير فني لمنتخب مصر والنادي الاهلي لفترات طويله وكده، ف ربنا يوفقه يعني في المرحله اللي جايه ان شاء الله. هو كان عليهم ضغط جامد. صحيح. وان شاء الله انا حاسس انه بدا يخرجوا من الضغط ده. ايهاب امين من افضل لاعبي الاهلي النهارده، اليكس برده كان كويس، بس ايهاب اثبت ان هو صفقه ناجحه بكافه المقاييس، يعني عمل كل حاجه النهارده، دفاع وهجوم، فما شاء الله عليه وربنا يزيده يعني ويوفقه. مباراة بالك النهارده كمان المكسب ده، وعمر طارق اغلب فضات المباراه بره، بس قدرنا نكسب. ظهر عبد الفضيل، فضيل عمل احسن ماتش عمله في ساعه لما جه. هو كان مصاب طبعا، وده مبرر ليه لحد كذا اصابه مش اصابه واحده. رجوع الجمال طبعا واحمد حمدي يعتبروا من مكاسب النهارده، حتى لو خدوا وقت صغير بس كان لازم يتحط رجليهم في الملعب عشان اللي هم مهمين جدا في المرحله الجايه. طبعا. ان شاء الله بقى مهيب النهارده ما كانش وحش والله. مهيب كان كويس، مودي الجرحي كان كويس جدا. يعني بصراحه النهارده بداوا بعض اللعيبه تصحى وترجع لان هم كانوا متحملين المسؤوليه من اول مباراه. عمر جندي طبعا ده اداؤه الطبيعي، اداؤه الطبيعي وعمر طارق اعتقد ان هو برده من افضل، هو وعمر الجندي من افضل الصفقات، بس هو ان شاء الله النهارده انا عندي احساس ان الولد ده هيراجع نفسه فيما حدث، وان شاء الله تكون دي حاجه تدي له دفع لقدام في المرحلة الجاية، لأن هو عليه حمل كبير، لأن هو من أحسن لاعبي الارتكاز في مصر. أكيد كابتن سلعاوي طبعا نجم مصر كابتن محمد السلعاوي والنادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا وألف مليون مبروك
علينا فوز النادي الاهلي. مبروك، واحنا كلنا الحمد لله مبسوطين النهارده وفعلا سعداء بالاداء. اكيد كابتن طاهر رجب نجم نجوم منتخب مصر الاهلي ورئيس قطاع الناشئين السابق وعضو لجنه انتقاء المواهب حاليا، بشكرك والف مليون مبروك الفوز لينا النهارده. احنا بنشكرك وبنشكر القناه على اهتمامها الواضح. ده انا كابتن وزي ما تنبأنا كده اهو ان النهارده كان استمراريه عوده الروح بتاعه النادي الاهلي الحمد لله والقادم افضل ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن. اعزائي المشاهدين، هكذا كان يومنا كله انتصارات، انتصار طبعا الطايره وكره السله، وما ننساش يد السيدات الحصول على منطقه القاهره. كل التمنيات لفرق النادي الاهلي بالفوز. بشكركم شكرا جزيلا، وانتظرونا بعد بكره ان شاء الله في حلقه يوم الاحد من الابطال.